مسويين؟ هني نعطي يعني بنفس هدايا. ايوه نسال اسئله. تسون اسئله؟ اي. زين الاسئله مثل ايش تعطون؟ يعني يقول لماذا نربط الحزام الاماميه؟ عشان ما يسبب الحوادث وما يوت الشخص. صح. وبعد امسك الجوال. أنا ماسك الجوال الحين. وايد حلو. ها؟ الأرضية وايد حلوة. والله أفكار حلوة صراحة. أبداء طلابنا وطالباتنا الإبداع. الخريزة النموذجية هاي كل أعمال طلابكم؟ هاي فكرة طالب قلنا فكرة 20-30 حلو والله. بعد سماتهم سمات الطلاب وسمات الطلاب هاي على الفرصة حتى على البيت قبل ما يروحون البيت اللي تأخرون أهاليهم شيء. غريب ولكن موجود. ولا اي ولا اي ولا زي زي شنو هاي؟ غريب ولكن صحي. هذا انواع البقر اللي عندهم سعر مناسب. يقولون انه صحي. العفو. هذا زي جراندايزر بس صغير. بوكيمون. وليش صغير الشكل؟ هاي بوكيمون هات فيلر. تذكرون هذه الجملة؟ تذكرونها؟ قوطي حبيبي قوطي. طبعا لما شفت انا هذا كله سألتهم وين المنيو؟ ففوجئت ان قالوا هذا هو المنيو. عبد الله شلون المنيو كان؟ فكرة حلوة. هذا المنيو جابوه. عضوية مصنوعة من مواد عضوية 100% اللي هي طبيعية طبيعية يوم عصير طبيعية؟ ايوه رمان افوكادو وفي مانجا بعد وفي مانجا داخل حلو شنو؟ نسميهم تشكلم فعلا يعني استخدامك المصطلحات العربية أو الخليجية خلينا نقول والمحلية القديمة روعة صراحة. بس اليوم رايحة بيت صراحة في عندنا عربة يعني عندكم عربة تروح بيوت يعني؟ بالضبط اليوم رايحة. الله يزيد ويبارك إن شاء الله يا رب. الحلوة هذه قاعدة بتصور معك شو اسمك؟ ريحانة. يا الله حلو اسمها والله. الله يخليك ريحانة إن شاء الله. قولي آمين. ها؟ نواف. شو اسمك؟ نواف. نواف. عصب. أيوة شو عصب؟ زين وصلنا لوين هذا؟ الريم. بس المشكلة الهواء. الريم. زين عنده بعد تاج حلو ومميز. انا اشوف منتجات ما شاء الله مختلفة عندها. اهم شيء الدهن هذا. ويقض بعد عندك ما شاء الله حلو. الله يزيد وبارك ان شاء الله يا رب. تابع سناب الحين وده فعلا يغير الجو يستانس هو واهله. حياكم الى درب الساعي اسبوع المرور في يوم قبل الاخير. حياكم الله. نفتح طريق هذا. هل هو فقط هالشكل اعتباطا ولا هناك خطه مدروسه محكمه بين قطاعات الدوله المختلفه سواء اخوان كيت الاشغال سواء اخوان وزاره المواصلات او حتى في القطاع المروري
اللي هم متمثل بوزارة الداخلية. لذلك بدنا ندرس اليوم معاهم ونتكلم ونسمع